صباح الخير صباح الخير صباح الخير. عاد الوقت بسرعة، وصلنا لآخر لينك معاكم النهاردة في دبي فاستيفال سيتي ورسمان الدولية للصرافة، برنامج سلام من المشرق وجزيرة ياس أبو ظبي، مكملين مع بعض إكزيت 99. تداول عدد من مستخدمين المواقع التواصل الاجتماعي فيديو عن شخص. الشخص هذا بيعمل شغلة شوي غريبة. أوكي. الشخص اسمه أو بسموه الرجل التنين. ده جام التنين. ايوه بالضبط. هلا هذا مش يعني من الافلام. أوكي. اوكي لا، تنين بيطلع دخان من تمه، وكمان دخان ولا نار؟ هو جاي لك كمان. لا، قبل النار في دخان، هذا عنده هيك بتيجي، هي اول شيء النار بعدين دخان. الفيرجن ده نزل 2014 بس هذا جديد. ابو دخان ده. فبيطلع دخان. اوكي حلو. وبعدين بصير يطلع زي رغاوي. لا، نار من تمه زي الباك فاير بيعمل بإكزوست سيارة. بالفيديو يعني الموضوع كيف بيعمل، هو بيجيبوه. هلا احنا رح ننزل البوجيهات واضح. رح ننزل الفيديو طبعا صفحتنا على الفيسبوك العربية 99 اف ام. بيحط نوع او نوع خاص يعني من التراب بتمه. اوكي اوكي. ويعني بيعبي تمه فل كامل. اوكي تراب. وبيعمل فتحة كتير صغيرة بنص التراب يعني، فبيبلش ايش ينفخ بنص تمه يعني. اوكي بلش ينفخ فبيطلع دخل. لما يعني هو شغلة غريبة. هلا لما تشوف الفيديو عن جد راح تستغرب. اوكي هلا بيقولوا انه يعني هو حسب الخبر يعني الشخص هذا اللي اسمه ليو في، اوكي هو من الصين. بيقول انه ما استخدم شيء يعني في لهب. اوكي ولكن اعتمد على تعميق الشهيق والزفير. اكتبها على ورقه عشان تعلق. ثانيه واحده بس، تعميق انت بتقول انه هو بيعمل بيطلع زي بيعفر بيفحط وبعدين بقى بيحصل حاجه ثانيه، بيطلع حاجه ثانيه. ما بقول لك بيطلع دخنه. طب الدخنه دي تيجي منين؟ مش ده من التراب؟ بيعمق الشهيق والزفير. طب ثواني، يعني في قصدي انه في بعد كده في نار بتطلع او في حاجه زي كده ولا؟ بعد الدخان بيطلع زي هيك سبارك. نار زي كيف التنين. طب ازاي؟ شو عمرك شفت التنين؟ طيب ايوه ماشي، في الافلام الخيال العلمي وكرتون نفس التنين بالظبط. طب بيطلع هيك تيجي منين؟ من بقه. تعميق الشهيق والزفير. هعلمك هلا تحت الهواء كيف تعمق الشهيق والزفير، بس خلينا نعلن اسم يعني انا عادي. الوينر هلا هتشوف الفيديو. ممكن اولع البوتاجاز لو اتمرنت كويس، ممكن تشتغل قداحه. طيب خلينا طبعا نعيد سؤال الاي كيو. مش عارف تجيب الاخبار دي. لحظه، هو كان هنا بصراحه بس. طيب سؤال الاي كيو كان بيقول: أنا بداية النهاية ونهاية الزمان والمكان، أنا بداية النبات ونهاية الإنسان والحيوان. أنت طبعا ما عرفت الجواب وائل. أنا اديتك تخمينات بس أنت قلت أنت قربت. بس لا، هو جدا سهل، هو حرف النون. بقول لك ترك الموضوع هتتفاجأ. حرف النون. والكمبيوتر اختار معنا للفائزين لليوم، بنقول ألف مبروك مارون عطلة، وألف مبروك لربا أبو شمط. مارون وربا، ألف ألف مبروك. قسم الجوائز أكيد هيتواصل معكم قريب جدا عشان تيجوا تستلموا التيكتس بتاعتكم وتستمتعوا بمشاهدة الفيلم. بكده نكون خلصنا النهاردة إكزيت 99. كان معكم رأفت وائل على الهواء بكرة وفي نفس الميعاد من الساعة 7 لحد الساعة 10. ودلوقتي نسيبكم شوية مع بلا روتين مع مرنا.